ولا نقدر نلوم البنت اللي نايمه على الارض لانها نايمه استلج بدل ما موت ايدي. انت بتقتلهم مش قصده صحيح. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه سعمة حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطائنا. ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده؟ جريمه انا شايف ان المتهم فيها ما كانش قاصد يقتل، صحيح كان قاسي شويه لكن ما كانش غرضه الا الاصلاح. ما فيش ام بتقصد انها تقتل ابنتها او تقتل ابنها، لا يمكن ان ام تفكر حتى مش في القتل، في اذيه ابنها او بنتها. مجرد هي كل ام بتتمنى تشوف السعاده في عينين ابنها او بنتها، فما بالك بالاذيه؟ لا يمكن، فما بالك بالقتل؟ استحال. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة المنوفية مركز شبين الكوم، وازاي الام كان السبب ان بنتها تموت بالشكل ده. قبل ما نشرح التفاصيل تعالوا في البداية ادعوكم للاشتراك في قناة سعمة حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحة الحد. البنت عندها 15 سنة، اسمها فوزية، امها اسمها ام مشالي، عندها 33 سنة، يعني الام لسه صغيره. احنا عارفين في القرى وفي المحافظات اللي زي المنوفيه وزي بيبقى المجتمع ريفي بيجوز البنت بادي، يعني ممكن البنت 15 سنه وتتجوز، بدليل ايه؟ عندها 33 سنه وبنتها عندها 15 سنه، يعني معنى كده انها اتجوزت امتى؟ اتجوزت وهي عندها 15 سنه او بالظبط 18 سنه، والبنت عندها 15 بقى 33 سنه، بيجوزوا بناتهم بدري. طب اللي عندها 33 سنه دي وبنتها عندها 15 سنة، يعني معنى كده خلفتها وهي عندها 18 سنة، دي تقدر تكون أم؟ اللي عندها 18 سنة دي تقدر تتحمل مسؤولية بيت وزوج وتربية؟ دي لسه عظم عطاري. عشان كده بنقول يا ريت المشرع يخلي سن الزواج 21 سنة، تكون البنت استوت زي ما بنقول باللغة الدارجة، عرفت يعني إيه جواز، يعني إيه زوج، يعني إيه مسؤولية بيت، يعني ايه مسؤوليه وتربيه اولاد. لكن احنا للاسف بنفرح ان نتجوز بناتنا وعندهم 15 16 17 ونقول لك هم وبير وبنرتاح منه وما اعرفش هم في ايه. البنت ما قاعده زي الولد في البيت واكله شاربه نايم، ليه بنتصور ان البنت هم؟ ليه بيتهيالنا ان البنت دي يا شايله مخلفه البنات يا شايله الهم للبنات؟ ليه؟ ده الاولاد دلوقتي هم اللي بيجيبوا العار مش البنات. لكن احنا عندنا نخلص من البنت ونرميها من على اكتافنا على اكتاف جوزها. البنت عندها 18 سنة مش فاهمة يعني ايه مسؤولية بيت وزوج وتربية اولاد، فلما ربنا رزقها بفوزية البنت ما تعرفش يعني ايه، يعني ايه مسؤولية تربية اولاد. فالبنت بتكبر والام مش عارفة تحتويها، مش عارفة توجهها، مش عارفة تربيها. حتى البنت وصلت ل 15 سنة امها قالت لها ادخلي اعملي شاي. طبعا 15 سنه دي يعني في تاني اعدادي ولا في تالت اعدادي، ادخلي اعملي شاي، يعني مش بنقول هنا اطبخي ولا اغسلي ولا امسحي ولا اخبزي، ابدا ادخلي اعملي كوب. اي واحد اللي عنده 10 سنين بيعرف يعمل شاي. فالبنت دخلت تعمل كوبايه شاي، البنت 15 سنه طالعه ماسكه الصينيه عليها براد الشاي وعليها كوبايات. المفروض ايه؟ المفروض ان البراد يكون مليان بالشاي والكوبايات فاضيه عشان يبقى سهل في الشيل لغايه ما نوصلهم للي هيشرب. لكن البنت راحت ملت الكوبايات بالشاي وحط البراد برضو على الصينيه وماشيه، فالشاي في الكوبايات ايه؟ بيدلدق من البنت في الكوبايه. البنت وهي ماشيه خايفه، خايفه من امها وخايفه ان الشاي يتكب منها على الصينيه، فما خدتش بالها ان اختها الصغيره تحت رجلها نايمه، البنت ماشيه بتبص على الصينيه. البنت اتكركبت في اختها اللي نايمه وجعت الصينيه بالشاي على البنت اللي نايمه. هنا نلوم مين؟ نلوم الام ولا نلوم البنت؟ ما نقدرش نلوم الام لان ما طلبتش من بنتها حاجه كبيره. وما نقدرش نلوم بالبنت لان البنت فعلا ماشيه مش عارفه تشيل كوبايه الشاي على الصينيه. ولا نقدر نلوم البنت اللي نايمه على الارض لانها نايمه، هي الظروف كده. لكن تعالوا نشوف الام عملت في بنتها ايه. هنا اللي بنقول يا جماعه ما نتنمرش على اولادنا وما نستخفش بيهم
وما نحطمش معنوياتهم وما نكسفهمش قدام الناس وما نحقرش منهم قدام الناس. اللي حصل ان الام دي ام مشالي مسكت بنتها قدام الناس اللي هيشربوا الشاي، ادي اهو منافع في حاجه دي، بكره بعد تتجوز دي، ده انا كنت في سنها بيجهزوا لي للجواز. اتفضل يا عم بنات اليومين دول مش شاطره غير في الموبايل، عورت اختها، كبت الشاي على اختها، استلج بدل ما ابوك يجي، والله لا اقطعك يا بنت كذا، والله يا ست على ايه ده كله؟ ده كوبايتين شاي الدلع ومفيش حاجه خالص، والبنت الصغيره قامت غيرت هدومها، فضلت تتنمر على البنت بشكل غير عادي قدام الضيوف. البنت بقى احنا قلنا قبل كده البنت في سن ال 15 سنه عامله زي الورده، عارفين ورق الورد بيبقى عامل حساس اي حاجه تجرحه. اللي بيحب الورد ويمسك الورد، لما تمسك الورده وهي لسه طالعه وتمسك الورق بتاعها بيبقى عامل زي الهوا، اي حاجه تجرحه. انت نفسك وبتمسك لو عملت في ايدك كده ممكن الورده تعمل في ايدك، تتقطع في ايدك الورده نفسها او الورقه نفسها. هي نفس البنت كده، الكلمه تجرحها، النظره تذبحها. لكن نقول ايه، في بعض الامهات يتيالهم ان ايه، هدب بنتي اكويها بلساني اجرحها بكلامي عشان يشد عودها وتبقى ناشفه وما تغلطش وتعمل الغلط تاني. ايوه كلامك صح، بس امتى؟ لما تكون البنت وصلت لسن تفهم ايه اللي بيحصل حواليها. لكن سن 15 سنه البنت في مراهقه، لا عارفه نفسها طفله ولا عارفة نفسها شابة. لما تيجي انت تقولها الكلام ده قدام الناس انت بتنتقصيها، بتضريها جامد قوي، بتهنيها جامد قوي. البنت تعمل ايه فوزية؟ صعب عليها حالها، صعب عليها اللي امها عملته فيها. دخلت اوضه النوم فضل وحديها، وراحت جابت الحبل وراحت معلقاها في المروحة في العيش بتاع المروحة، ووقفت على الكرسي وراحت منتحرة عشان تستريح وتريح امها. شوف احنا وصلنا البنت اللي عندها 15 سنه تعمل ايه. دي دروس يا جماعه في ساعه مع حنفي. لازم كل ام تعرف ازاي تعامل ولادها في كل مرحله عمريه، الطفل يتعامل ازاي، والشاب او المرحله ما قبل الشباب المراهقه تتعامل ازاي، ولما ينتهي من مرحله المراهقه ويبتدي مرحله الشباب يتعامل ازاي. ده حتى بعد ما يتجوز المفروض الام تعرف تتعامل معاه ازاي. لكن احنا بنعامل ولادنا صغيرين في مراهقه في شباب وهم رجاله متجوزين، بنعاملهم كانهم اطفال. احيانا بنشتمهم، يبقى الشاب طويل عريض ومتجوز وتيجي امه تقول انت كبرت عليا يا واد، انا اديك بالجزم قدام مراته، ويبقى ابوه واقف قدام الواد ومراته وعياله واب. صحيح مش عيب، الاب والام من حقهم يعملوا اكتر من كده، بس المشكله احيانا الاولاد والزوجه تقول لي يا عم روح شوف امك قالت لك ايه، انت جاي تعرف ايه، شوف ابوك اللي شتمك قدامنا مش عامل لك كرامه ولا عامل لك ان انت راجل. في كلام بيبقى مستفز. المفروض كل مرحله عمريه الام والاب يتعاملوا مع اولادهم بشكل تاني. الطفوله ليها معامله، المراهقه ليها معامله، الشباب ليها معاملة، وولادنا رجالة ليها معاملة تاني. لكن احنا للأسف بنعامل ولادنا طول عمرهم على انهم اطفال، نشتمهم ونهنهم ونكسرهم. ماشي في مرحلة الطفولة، ماشي في مرحلة الشباب، ماشي في مرحلة الرجولة، ماشي، لكن في مرحلة المراهقة لا. اوعى تهين ابنك في مرحلة المراهقة، واوعى تقل من بنتك في مرحلة المراهقة. انت بتقتلهم وبتقتل شخصيتهم في مرحلة المراهقة، بتبقى مرحلة قاسية جدا. البنت فوزية دي انتحرت، لو امها عملت معاها وهي عندها 22 سنة نفس الموقف البنت ما كانش عملت كده. لو عملت معاها كده وهي في مرحلة الطفولة ما كانش عملت كده. لو عملت معاها كده بعد ما هي كانت زوجة ما كانش حصل كده. لكن في مرحلة المراهقة ايوه متوقع من ابن الابن اللي في الثانوية العامة لما ابوه يقعد يتنمر عليه وهو الصوت او ما جابش مجموع، الولد بيروح يرمي نفسه من فوق الكوبري بينتحر. ليه؟ في مرحله المراهقه مش قادر يوازن اموره. انتوا عارفين معايا في المنوفيه بالذات، كمان طالب بكليه الحقوق جامعه المنوفيه لسه في سنه اولى، قريه اسمها قريه نادر مركز الشهداء، انتحر رمى نفسه في النيل. طالب بكليه التجاره جامعه المنوفيه مركز الشهداء، انتحر. طالب ثانوي
في مركز تلة، تلة انتحر منوفية. طالب اسمه احمد، ابوه كان عايز يجي، كان ابوه كان عايز من ابوه يجيب له دراجة بخارية موتوسيكل، ابوه مرضيش، الواد خد حبة الغلال. كل ده في المنوفية. كل ده على فكرة نتيجة ان احنا ما بنعرفش نتعامل مع اولادنا، ما بنعرفش نتفاهم معهم. البنت دي ذنبها في رقبة امها، امها ما قتلتهاش صحيح، ولا حطت المشلاحة ولا رقبتها ولا زقت الكرسي، لكن قتلتها بسوء معاملتها، مش قصده صحيح، لكن مش هي دي التربية. ولله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.